أعمل طبيبا في المستشفى والمستشفى فيه اختلاط، وأحيانا أكشف على النساء للضرورة، ما هي الضوابط للكشف على المرأة المريضة؟ كما ذكرت للضرورة، إذا ما في طبيبة امرأة، ما في طبيبة امرأة والمرأة المريضة مضطرة للكشف عليها، تكشف قدر محل الحاجة فقط، ما تكشف إلا قدر محل الحاجة فقط وللضرورة أيضا. نعم.